أعرف أن الجميع يعتقدون أن أسرهم غريبة، لكن دعوني أخبركم عن كل الأمور المجنونة التي حصلت معي في العام الماضي. أنا آلي، وأنا فتاة في 17 من عمري، أعيش مع أمي كارول. توفي أبي عندما كنت صغيرة، وذلك ما جعلني قريبة من أمي. في أحد الأيام قبل حوالي عام، كنت بحاجة إلى العثور على بعض الملابس القديمة لمشروع للمدرسة. كنت أدرس عن المنسوجات وبحاجة لبعض الملابس القديمة لإعادة تدويرها. كانت أمي بالخارج، لذلك لم أستطع أن أطلب منها، لكني اعتقدت أنني قد أجد البعض في العلية. لم أصعد إلى الأعلى من قبل، وقد فوجئت بكمية الأشياء الموجودة هناك. وجدت العديد من الصناديق المليئة بأشيائها القديمة. بينما كنت أبحث، وجدت ألبومات صور قديمة. فتحت أحدها وألقيت نظرة عليه. كانت صور لأمي عندما كانت صغيرة، فقط أكبر مني بقليل. كان من الرائع رؤية هذه الصور، فأنا لم أرهم من قبل. لم يسبق أن تحدثت أمي عن حياتها قبل ولادتي. أتساءل لماذا تركت الألبومات في العلية عوضاً عن تركها في البيت. ثم رأيت بعض صورها عندما كانت حامل. كان ذلك غريباً، لأنها كانت تبدو أصغر سناً مما اعتقدت أنها ستكون. كانت في 41 عندما أنجبتني، لكنها في الصور تبدو في 20ات. لابد من أنها قد أنجبت طفلاً قبل ولادتي بعدة أعوام. قلبت الصفحة ورأيت صوراً لها تحمل طفلة ترتدي ملابس وردية، لكنها لم تكن أنا. كان لدي أخت كبرى. عندما جاءت أمي واجهتها بالألبومات. عندما رأتهم بدا عليها الذهول. بدأت بالصراخ علي لأنني تطفلت على حاجياتها. سألتها إن كانت قد أنجبت طفلة قبلي، فقالت نعم، كان لديها طفلة قبل أن تنجبني، وكان اسمها ميلاني. عاشت هنا حتى أصبحت في 18. ثم قامت ميلاني بفعل شيء فظيع وهربت من المنزل. كانت تلك المرة الأخيرة التي رأتها فيها أمي. عاقبتني أمي وقالت أنها لن تتكلم عن ميلاني أبداً. ظللت أفكر في السبب الذي جعل ميلاني تهرب. ربما كانت مخربة أو نشالة. بغض النظر عما كان السبب، فأنا لم أصدق أنه كان سيئاً لدرجة أن لا تخبرني أمي بأنها حتى موجودة. كان لدي الحق أن أعرف. بعد عدة أيام كانت أمي تعد طعام العشاء، فاستجمعت قواي لأسألها أكثر عن أختي. لكن عندما ذكرت اسمها غاضبت أمي ورمت المقلاة والطعام على الأرض. صرخت في وجهي طالبة مني الابتعاد والتوقف عن طرح الأسئلة. ركضت إلى غرفتي وأقفلت الباب، وأدركت أنني إذا أردت إيجاد ميلاني فيجب علي عمل ذلك بنفسي. بحثت عن اسم ميلاني هاردينغ على الإنترنت. وجدت العديد من حسابات الفيسبوك التي تحمل نفس الاسم. بحثت في صورهم حتى وجدتها. كان لديها شعر أشقر وعيون زرقاء رمادية تماما كعيناي أنا وأمي. كانت هي. استغرقني الأمر فترة، لكني تشجعت وأرسلت لها رسالة. مرحبا، اسمي إلي. أنا أبحث عن ميلاني التي تقرب لي. أتساءل إن كنت أنت هي. أود التواصل معك. ضغطت سر الإرسال. في اليوم التالي ظللت أتحقق من هاتفي لأرى إن كانت قد ردت. شعرت بغرابة شديدة، لماذا لا تريد التواصل معي؟ ثم في نهاية الليلة التالية ردت برسالة. مرحبا، نعم أنا ميلاني. أنا آسفة لأني لم أتواصل معك من قبل، لكني ظننت أن هذا هو الأفضل للجميع. على أي حال أتمنى أنك بخير وسعادة. خلال الأسابيع المقبلة تراسلنا مع بعضنا البعض وتحدثنا معا عن حياتنا. قالت لي أنها تعمل موظفة استقبال لدى طبيب في المدينة المجاورة. كانت تعيش مع صديقها مايك وقطتين. كان لدينا العديد من الأمور المشتركة. كنا نحب المثلجات بنكهة الفراولة وأفلام ديزني، وكلتانا كرهنا العناكب. لم أتحدث معها عن أمي ولم أسألها لما غادرت. لم أرغب في أن أتطرق للمواضيع الجدية الآن، مع أني كنت أتمنى أن أعرف السبب. ثم في يوم من الأيام اكتشفت أمي. كنت قد تركت هاتفي في غرفة المعيشة بالأسفل، ووصلتني رسالة من ميلاني وظهر اسمها. غضبت مني لأني تحايلت عليها وهددت بمعاقبتي، لكني صرخت قائلة لها أنه لم يكن عليها الكذب وبأنها أم فظيعة. أخذت حقيبتي
وخرجت من المنزل. كنت أعرف أين علي أن أذهب. أردت أن أجد ميلاني. استقليت الحافلة المتوجهة للبلدة المجاورة لأجدها. لم أعرف اسم الطبيبة الذي كانت تعمل عنده، لذا بحثت في مكتب بعد الآخر، ثم دخلت إلى أحد المكاتب، فوجدت امرأة تتحدث في الهاتف. بدت وكأنها النسخة الأكبر مني. كانت هي. وقفت في الزاوية ولوحت لها. كنت أعتقد أنها ستسعد برؤيتي، لكنها عندما أدركت هويتي بدت خائفة. عندما أنهت المكالمة الهاتفية، مشت باتجاهي وسألتني عما كنت أفعله في مكان عملها. أخبرت زميلتها بأنها ستأخذ استراحة، واصطحبتني إلى أحد المقاهي القريبة. عندما جلست، أخبرتني أنه لم يكن علي القدوم والبحث عنها. شعرت بأني محطمة. لم أصدق أنني عندما اكتشفت أن لدي أخت، لم تكن تريد أن تعرف عني شيئاً. سألتها لما غادرت، فقالت أنها كانت تعلم أن كارول ستكون أماً أفضل منها. لم أتوقع منها هذا الرد، فوقفت فجأة وأوقعت الكرسي على الأرض. نظر جميع من في المقهى إلي باستغراب، لكني لم أهتم. صرخت بصوت عال: انتظري، أنا لا أفهم، هل هذا يعني أنك حقاً أمي؟ قالت ميلاني: يا إلهي، ماذا تقصدين؟ حاولت تهدئتي حتى تشرح لي الأمر. أعتقد أنها خجلت من الناس في المقهى، لكني لم أهتم. صرخت في وجهها لتجيب على سؤالي. قالت: نعم، أنا أمك الحقيقية، أنا لا أفهم. صرخت ثانية: كارول هي أمي. هزت ميلاني رأسها وقالت لي الحقيقة، كارول فعليا هي أمها وليست أمي. لم أصدق ذلك. المرأة التي لطالما اعتقدت أنها أمي هي في الواقع جدتي. صرخت باكية وأنا أخرج من المقهى: أنا لا أصدقك. وتجاهلت أمر ميلاني التي تلحق بي. لم أرغب في رؤيتها مجددا. عدت بالحافلة باكية. لماذا قد تكون ميلاني كذبة كبيرة؟ عندما عدت للمنزل رأيت سيارة شرطة تقف على باب المنزل. يا إلهي، ماذا حصل لأمي أثناء غيابي؟ كان باب المنزل مفتوح، فهرعت للداخل ورأيت الشرطية في الصالة وأمي تجلس على الأريكة وهي تبكي. ركضت نحوها وحضنتها وسألتها ما الأمر، فقالت لي أنها كانت قلقة علي فاتصلت بالشرطة. عندما أدرك الشرطة أن كل شيء على ما يرام، قاموا بالمغادرة. تحدثنا أنا وأمي حديثا مطولا في تلك الأمسية. أخبرتها بما قالت ميلاني لي، آملة أن تخبرني أمي بأن هذا كله كذب. لكنها هزت رأسها وبكت وقالت لي أنني الآن ناضجة بما فيه الكفاية لأعرف الحقيقة عن عائلتي. أخبرتني بأن ميلاني عندما كانت في سن المراهقة قد تورطت مع أشخاص سيئين وأدمنت على المخدرات، وحتى أنها قد سرقت منها النقود، ثم انتقلت للعيش مع أصدقائها ولم تستطع رؤيتها إلا قليلا ولم تستطع مساعدتها. ثم في يوم من الأيام وقفت ميلاني على عتبة الباب وهي تحملني، وكنت فقط أبلغ من العمر عدة أيام. لم تستطع ميلاني التأقلم معي، لذلك تركتني مع أمها، وكانت تلك آخر مرة ترى فيها أمي ميلاني. لم أصدق أن أمي قد كذبت علي. ذهبت للأعلى وأقفلت باب غرفتي. لم أكن أريد أن أعرف من أنا بعد الآن. رفضت أن أكلم أمي وحضرت ميلاني من الفيسبوك، ومع ذلك لم أستطع الاستمرار بحياتي هكذا. كان لدي الكثير من الأسئلة التي كانت بحاجة لإجابات. بالنهاية أوقفت حظر ميلاني من الفيسبوك وتواصلت معها ثانية، وطلبت منها أن تخبرني عن ماضيها وعن سبب عدم تواصلها معي طوال السنوات السابقة. ولكن كبداية يكفي أن نكون منفتحين للتعرف على بعضنا البعض، ثم سنرى ماذا سيحدث. كان ذلك منذ أشهر قليلة. سامحت أمي على كذبها علي طوال السنوات التي مضت. أدركت أنه رغم أن أمي التي ولدتني لم تكن جيدة لتصبح أم، لكن جدتي كانت أفضل أم على الإطلاق قد يتمناها أحد، لذا لا يمكن أن أبقى غاضبة منها أبدا. أما بالنسبة لأمي البيولوجية، فعلاقتي معها ما زالت في طور النمو. اعتذرت مني على قسوتها في السابق. السماح لها بدخول حياتي لم يكن سهلا أبدا، لكن لا يمكنني القول بأني غير سعيدة بلقائها. ليس ذلك فحسب، بل قامت أمي بالسماح لها بدخول حياتنا مجدداً، وتحاولان تعويض الوقت الذي فاتهما. أستطيع أن أرى من الطريقة التي تتصرف بها معنا بأنها آسفة على الماضي وتحاول جاهدة استعادة ثقتنا.
اليوم أشارك قصتي هذه وكلتاهما إلى جانبي وتدعماني، أحبهما وأتفهم أن الظروف لم تكن في صالحهما في الماضي.